يا صباح الخير عليكم، صباح يوم جديد ويوم سعيد، وحلقة جديدة من برنامج صباح مي، وحلقة الأربع 17/4/2019. بصبح عليكم النهاردة إن شاء الله هيكون النهاردة يوم كويس ويوم سعيد على كل الناس. فقرتنا النهاردة هتكون أول فقرة، فقرة الأخبار اللي بنعرف بيها حال الدنيا من حوالينا، وبعدين الفقرة الثانية بتكون فقرة الصحافة اللي بنشوف مع بعض أبرز منشطات الصحف في مصر ودول العالم. وهيكون بيشرفني في الاستوديو الأستاذ عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. الفقرة الأخيرة هتكون فقرة مهمة جدا، وهنتكلم على موضوع ممكن يكون بيشغل الناس في الفترة الأخيرة، وهي فكرة الأدوية مجهولة المصدر. وهنتكلم على إزاي حد ممكن ياخد دواء عن جهل، أو حد يقول لحد دواء وخلاص، حد يتعامل مع الأدوية بشكل يكون حريص. بيسعدني وبيشرفني يكون موجود معايا في الاستوديو الدكتورة هدير سيف، الكاتبة والصيدلانية ومؤسسة حملة مقاطعة الأدوية مجهولة المصدر. دلوقتي نرجع فاصل، وبعد الفاصل نكمل معاكم، خليكم معنا.